احنا عملنا كوميونيتي، المجتمع كله بضغطة صباع بيقدر يقلل من تلوث المياه. الابلكيشن فكرتها بسيطة، ان هي بتسمح لاي مورد طعام ان هو عنده سيربلس فود، عنده اكل فائض صالح للاستخدام، طازة ما فيهوش اي مشاكل، ان هو يقدر يبيعه بنص الثمن للمستهلك العادي او يتبرع بيه مجانا للجمعيات الخيرية. فكرة تكية مبنية على احنا بنسميها تعمل حاجة تريبل وان، الفوز الثلاثي، بمعنى انت لما المشترك لما انا كيوزر بطلب من تكية بوفر فلوس 50%، لما انا كبروفايدر او كعندي انا كمطعم بحط الاكل على تكية بعمل ربح اعلى، انا جمعية خيرية على تكية بقدر يجيلي وجبات مجاني. بس الفكرة ان احنا ضمننا كل الناس دي ان هي بتساهم في تقليل التلوث البيئي.